عقدنا اجتماعا مهما مع السيد المحافظ والسادة رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء الدوائر الموجودين في المحافظة، وأشرنا إلى أهمية هذا اللقاء لأنه يقف على الاحتياجات الفورية لتقديم الخدمات من أجل دعم عملية الاستقرار في تلك المناطق. وحضر معنا بالتأكيد مع السيد وزير الهجرة والسيدة ليزا جراندي مسؤولة برنامج دعم الاستقرار الدولي، وكذلك القادة العسكريين والأمنيين. تداولنا بشكل تفصيلي بالتحديات التي تواجه عملية دعم الاستقرار، وسننقل كل الملاحظات التي أثيرت في جوانب الماء والمجاري والكهرباء والخدمات الصحية والتربوية وخدمات الحماية الاجتماعية والخدمات الأمنية ومتطلباتها إلى السيد رئيس الوزراء وإلى مجلس الوزراء كي تتخذ القرارات المناسبة من أجل إنجاح عملية دعم الاستقرار في هذه المناطق.